سيادة الرئيس الخليل ضد بيت لحم مرة أخرى وضد بجالة وضد بيت صحور وغيرها من الأماكن، يعني هو محاولة إسرائيلية للاستمرار في تصعيد الوضع في ظنهم أن هذا ممكن يؤثر التأثير لصالحهم في داخل الاجتماع القادم، ولكن هذا لن يكون في صالحهم إذا استمر هذا التصعيد، إنما أصبح واضحا لدى المجتمعين في جنوة أن هنالك تصعيدا إسرائيليا خطيرا ليس فقط على الشعب الفلسطيني ولكن على منطقة الشرق الأوسط ككل. الوضع خطير جدا، خطير جدا، وهناك احتمالات تصعيد تتزايد. لذلك نعتقد أنه من خلال التحرك الدولي الجماعي لابد من بذل كافة الجهود أولا لمنع هذا التصعيد والانتقال السريع جدا لتنفيذ مشروع ميتشل بالذات، لأنه هو كما قال وزراء الخارجية للدول الثمانية في روما الأساس الوحيد لتجاوز المحنة اللي الشرق الأوسط يعاني منها بالذات. Продолжение следует...